نحن مجموعة من حاملي الشهادات العليا اللي حاملي الشهادات العليا المعاقين عانينا الكثير من يعني توالي الحكومات يعني أو تعاقب الحكومات ولا شيء يتغير منذ 30 سنة لا شيء يتغير. نحن حاملي الشهادات في تراكم وفي تزايد مستمر. قيل لنا أنها تطبق في حقنا 7% ولم نجد أي 7%. قيل لنا أن هناك مباراة موحدة التي يعني الهدف منها هو الحد من تزايد أو من يعني توظيف هذه الفئة، ولم نرى ذلك، فقد شابتها العديد من الخروقات ولا لا يوجد أي يعني أي دعم لنا هذه الفئة، لا يوجد أي دعم، مع أننا عانينا الأمرين، عانينا الكثير حتى حصلنا على هذه الشهادة العليا. فأنا شخصيا حاصلة على شهادة الماستر في التقنيات النووية والعلاج الإشعاعي منذ 4 سنين، أجتاز المباريات وأكون في بعض الأحيان أنا الوحيدة التي اجتاز المباراة، يعني المعاقة أكيد، ولا تطبق 7%. إذا أين هي 7%؟ وشكرا. كم يوسف علواش ابن مدينة الصويرة. كما كتشوفوا حنا تحملنا عنا السفر وجينا سدنا الوقفة للانضباط التنسيقية الوطنية اللي حملت الشهادات إلى أشخاص في وضعية إعاقة، منها أشخاص حاملين شهادات جامعية كماستر وكادي، ومنها أشخاص في وضعية إعاقة اللي حاملين دبلومات من التكوين المهني. كما كتشوفوا حنا جينا كنطالبوا بحقنا المباشر اللي منحوا لنا الدستور المغربي والاتفاقيات الدوليه اللي كيتجلى في حق الشغل، باش ممكن هاد الفئه تضمن الكرامه تاعو. حنا فاش كنشوفوا الاتفاقيات الدوليه والبروتوكول اللي مصادق عليها الدوله المغربيه، وكنشوفوا القوانين الاطار اللي كتجسد يعني منح حقوق هاد الفئه، ومن ثم مجموعه من الحقوق والعام ديالها حق الشغل، اللي من خلال هذا الحق يمكن لك تحقق مجموعه من الحقوق كالكرامة ومجموعة من الحقوق الأخرى. كما كتشوفوا الوزارة اللي كانت والحكومة اللي كانت من قبل ما وفرتش لهاد الفئة والو، وفرت لها غير الإجهاض والاستنكار والقهر والاضطهاد. كنتمناو من الحكومة الحالية تلتفت واحد الالتفاتة حسنة، وعلى رأسهم السيدة وزيرة التضامن كنلتمسوا منها تلتفت وتعرف بأن راه هاد الفئة راه كاين اللي جاو من الصويرة، كاين اللي جاو من بوشدور، كاين اللي جاو من الاسفي، كاين اللي جاو من مجموعه من المدن، باش يقولوا لا لهذا التعسف وهذا الاضطهاد اللي كتشهدوا هذه المدينه. هكا عبد ربي حامل شهاده البكالوريا في 2016 2017، حامل شهاده تقني تخصص كتابه الاداره، حامل شهاده كتابه المكتبيات الاعلاميه الانفورماتيك بيروتيك، وحامل شهاده معلوميات الخطوط اي لانفورماتيك لانفوغرافيك. انا جيت انا والاخ يوسف علواش، انا بعدا عادل الصادق من مدينه الصويره، جيت انا والاخ يوسف من الصويره. هذا الشيء اللي كاين، جينا من الصويره باش نستنكروا هذه الشهاده، باش هذه الحكومه الجديده كنلتمسوا فيها الخير، لان الحكومه السابقه همشتنا، وماشي همشتنا، شي حاجه اكثر من التهميش. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي نقدر نضيفه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.